أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الرياضيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم عالم الرياضة والشباب. أيها الإخوة، هذه الحلقة سنستعرض فيها تاريخ مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم منذ بدايته وحتى اليوم، وبالطبع سنقوم بعرض لقطات لأهم المباريات في كل موسم، إضافة إلى عدد من الفقرات التي نأمل إن شاء الله أن تحوز على رضاكم. انطلقت مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لأول مرة خلال الموسم الرياضي 1396-1397 هجرية، وذلك بعد أن سبقه تنظيم الدوري التصنيفي لفرق الدرجتين الممتاز والأولى في ذلك الوقت، وأسفرت نتائج الدوري التصنيفي عن وضع 8 فرق في قائمة أول دوري ممتاز في المملكة، وهذه الفرق هي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والوحدة والقادسية والشباب والرياض. هذه الفرق كما ذكرنا سابقا تنافست على بطولة أول دوري ممتاز لكرة القدم يقام في المملكة، وذلك في الموسم الرياضي 96-97 هجرية، وقد استطاع فريق نادي الهلال من الرياض من الفوز ببطولة هذا الدوري محققا 20 نقطة من 14 مباراة. وقد جاء ترتيب النهائي للفرق في موسم 96-97 على النحو التالي: فريق الهلال جاء في المركز الأول محققا 20 نقطة، الثاني فريق النصر ب17 نقطة، الثالث فريق الأهلي ب16 نقطة، الرابع فريق الاتحاد ب16 نقطة، ويتخلف عن الأهلي بفارق الأهداف المسجلة له وعليه. في المركز الخامس فريق الوحدة ب14 نقطة، في المركز السادس فريق القادسية ب13 نقطة، وفي المركز السابع فريق الشباب ب10 نقاط، في حين حل الرياض في المركز الثامن والأخير ب5 نقاط. وقد بلغ عدد الأهداف التي سجلت في هذا الموسم 117 هدفا، حقق منها فريق النصر والهلال أعلى نسبة للأهداف، حيث سجل كل فريق 22 هدفا. بسم الله الرحمن الرحيم. عصرت الدوري منذ كنت لاعبا مع نادي الاتفاق، وكان الدوري عبارة عن تصفيات مناطق، والفائز منها أو الفائز الأول منها يصفي مع منطقة الوسطى أو بالقرعة، تجرى القرعة لتصفية أحد الفريقين يا من الشرقية والوسطى أو الشرقية والغربية، وبالتالي المباراة الفاصلة تكون على هذا الشكل. فكانت الفكرة هذه يعني ما كانت جيدة إلى حد ما، ولم يعني تلقى قبول، لذلك عمل الدوري دوري التصنيفي، الدوري التصنيفي، وصنفوا الأندية إلى ممتاز وإلى درجة أولى، وبالتالي بدأت المباريات تأخذ طابعها الجيد، وهي أن الأندية بدأت تلعب مع بعضها، والأندية يعني النادي من الشرقية يسافر للغربية، واستمرت الفكرة هذه إلى وقتنا الحاضر. أعزائنا المشاهدين، الموسم الثالث أقيم عام 98-99 هجرية، واشترك فيه 10 فرق، هي فريق الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والاتفاق والقادسية والوحدة والنهضة، إضافة إلى فريقي الطائي والرياض اللذين صعدا إلى الدرجة الممتازة من فرق الدرجة الأولى. وفي هذا الموسم عاد الهلال ليحقق وللمرة الثانية درع الدوري الممتاز لكرة القدم جامعا 30 نقطة من 18 مباراة. وقد جاء الترتيب النهائي للفرق على النحو التالي: الأول الهلال ب30 نقطة، الثاني النصر ب28 نقطة، الثالث الاتحاد ب24 نقطة، الرابع الأهلي ب20 نقطة، الخامس القادسية ب19 نقطة، السادس الاتفاق ب16 نقطة، السابع النهضة ب14 نقطة، الثامن الوحدة ب13 نقطة، التاسع الطائي ب9 نقاط، والعاشر الرياض ب7 نقاط. وسجل في هذا الموسم
267 هدفا، كان نصيب فريق الهلال منها 48 هدفا، وهي أعلى نسبة أهداف بين الفرق. وعلى أساس هذا الترتيب هبط فريق الطائي والرياض إلى مصاف أندية الدرجة. في الموسم الرابع وهو موسم عام 99/1400 للهجرة، صعد فريقا أحد والشباب إلى الدرجة الممتازة بدلا من فريقي الرياض والطائي. الدوري الممتاز لموسم 99/1400 للهجرة اشترك فيه 10 فرق، هي الاتحاد والأهلي والنصر والشباب والنهضة والقادسية والاتفاق والهلال وأحد والوحدة. واستطاع فريق النصر في هذا الموسم من تحقيق درع الدوري الممتاز لأول مرة بعد تحقيقه 29 نقطة من 18 مباراة. وقد جاء ترتيب الأندية في ذلك الموسم على النحو التالي: الأول النصر ب 29 نقطة، الثاني الهلال ب 26 نقطة، الثالث الاتحاد ب 21 نقطة، الرابع الأهلي ب 21 نقطة يتخلف عن الاتحاد بفارق الأهداف المسجلة له وعليه، الخامس الشباب ب 17 نقطة، السادس الاتفاق ب 16 نقطة، السابع النهضة ب 15 نقطة، الثامن القادسية ب 14 نقطة، التاسع أحد ب 13 نقطة، وأخيرا في المركز العاشر فريق الوحدة ب 8 نقاط. وعلى هذا فقد استحق فريق أحد والوحدة الهبوط إلى الدرجة الأولى، وتم في هذا الموسم تسجيل 237 هدفا، كان نصيب الفريق النصراوي منها 44 هدفا، وهي أعلى نسبة بين الفرق.